الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من المواجهه. النهارده عندنا تغطيه خاصه لنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفقده لاعمال تطوير ميناء الاسكندريه واهميه هذا الميناء وغيره من الموانئ المصريه بهدف تحويل مصر الى مركز للتجاره العالميه. التغطيه هتكون في الجزء الاول من الحلقه بالاضافه لمواجهتنا الاولى كمان هنتكلم فيها وهيبقى عندنا قراءه بشكل اوسع عن جوله الرئيس السيسي وتفقده لعمليات التطوير في مرافق ميناء الاسكندريه خصوصا المحطه اللوجستيه متعدده الاغراض والارصفه البحريه الى جانب تفقده لعربات قطارات المونوريل وعربات المترو والقطار الكهربائي. ضيفي في المواجهه الاولى في الاستوديو هيكون دكتور حسن مهدي استاذ هندسه الطرق والنقل بجامعه عين شمس. المواجهه الثانيه هنكمل فيها تغطيتنا لجوله الرئيس السيسي التفقديه مع الاستاذه فريده الشباشي الكاتبه الصحفيه الكبيره وعضو مجلس النواب وهنتكلم معاها ايضا في عدد من الملفات. الاول هنبدا تغطيتنا الاخباريه زي ما قلت من تفقد الرئيس السيسي لتطوير اعمال ميناء الاسكندريه واللي بيعد أقدم الموانئ المصرية. الرئيس أكد أن الهدف من عمليات التطوير للموانئ هو تنمية مصر ووضعها على الخريطة لإظهار قدراتها الحقيقية على البحرين الأبيض والأحمر. هنشوف مع حضراتكم جزء من كلمة الرئيس السيسي ونرجع نكمل. إحنا لما تحركنا التحرك ده كنا الهدف منه الأول إحنا الهدف أن إحنا ننمي مصر وندي فرص تشغيل وندي ونحط مصر على الخريطة الحقيقية لقدراتها الحقيقية في البحر الأحمر والمتوسط. وبالتالي النهاردة لما يجي يتقال في ميناء زي السخنة أو اسكندرية أو غيره أو دمياط احنا جاهزين ان احنا نقدم خلص حاجتنا خلصناه ونفضل هقدم عروضك ويبقى اللي هيقدم عرض كويس عن ايه؟ هناخده. انا حبيت اقول الكلام ده لكم للمصريين عشان مش عشان تنتبهوا ليه، لا عشان تعرفوا ان احنا بقول في مسار مختلف عما كان. اللي كان مش وحش بس احنا محتاجين معدلات عمل وتقدم اكتر كتير. معنا على التليفون مهندس وائل قدور خبير النقل البحري وعضو مجلس اداره هيئه قناه السويس سابقا. باشمهندس مساء الخير، وكلمنا عن اهميه ميناء الاسكندريه اللي تفقد النهارده رئيس الجمهوريه اعمال تطويره واهميه التطوير ده. ميناء اسكندرية هو الميناء رقم واحد في مصر بالنسبة للنقل لتجارة مصر، وهو أقدم ميناء ونقدر نقول أكثر من 60% من البضائع اللي جاية مصر أو متصدرة من مصر بتتم من خلاله، فكان يجب الاهتمام به وتطويره عشان أوصل بمعدلات الأداء بتاعته إلى المعدلات العالمية عشان يبقى ميناء جاذب للشركات والمستثمرين. وعملت فيه محطات لوجستية، عملت أرصفة جديدة متعددة الاستخدامات، هذا بالإضافة إلى النهضة اللي بتشوفها كل الموانئ المصرية سواء في السخنة أو في بورسعيد أو في دمياط، فالمنظومة كلها ماشية بحيث تستفيد من الموقع بتاعها العالمي. وكلنا نعلم ان 10% من التجاره العالميه بتعبر قناه السويس، فانا لازم استفيد من هذا الحجم من التجاره واعمل انشطه قيم مضافه عليه عشان استفيد من ان انا ازود الدخل اللي بيجي لي وانا ابقى لاعب رئيسي في هذه المنطقه. لأي مدى بتسهم عمليات التطوير يا باشمهندس وائل في تحويل مصر إلى مركز للتجارة العملية واللوجستيات؟ سيادتك موقعك أساسا بيأهلك لهذا، بس مش الموقع هو كل حاجة، مجرد أدائك، المنظومة الجمركية اللي عندك، سرعة تخليص الجمركي، السهولة، الشباك الواحد، كل هذه المنظومة ولازم كل تبقى ماشيه بمعدلات اللي العالم كله ماشي عليها، لانك انت تبقي حلقه ضمن حلقات التجاره العالميه، فيجب تكوني ماشيه بنفس السرعات. ممتاز، ده حقيقي. انا بشكرك شكرا جزيلا مهندس وائل قدور خبير النقل البحري وعضو مجلس اداره هيئه قناه السويس سابقا.
لسه مع نشاط الرئيس السيسي وجولته التفقدية النهاردة لأعمال تطوير ميناء الإسكندرية، واللي كان من بينها تفقد أعمال التطوير في منطقة جونة البترول بميناء الإسكندرية البحري، وتفقد تطوير وتحديث هذا الجزء من ميناء الإسكندرية اللي بيتم فيه تفريغ وتخزين المواد البترولية وغيرها. ده طبعا بيساهم في تحقيق رؤية الدولة لكي تصبح مركز إقليمي للطاقة. احنا معانا على التليفون مهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا. مهندس مدحت أهلا بيك. ويعني ازاي بترى أهمية تطوير ميناء الإسكندرية وزيادة قدراته التخزينية خصوصا المواد البترولية؟ تطور كبير حصل في ميناء الإسكندرية، ده أقدم معاني مصر. التطوير ارتبط بلوجستيات كبيرة عديدة جدا متكاملة مع بعضها، سهولة تفريغ، تخزين، تداول، نقل عبر محاور وطرق حديثة اتجهزت مؤخرا. عندنا شبكة طرق النهاردة بتخدم ميناء اسكندرية بشكل عظيم جدا، ده اللي بيديها التطوير اللي احنا عايزينه. بالنسبة لميناء خدمة ميناء جونة حوض البترول في اسكندرية، جاءت مصاحبة طبعا لفكرة الدولة ان مصر تصبح مركز اقليمي لتداول الطاقة منطقة شرق المتوسط. النهاردة رئيس يعني دائب الاهتمام بتطوير كافة المواني، سواء اللي هي على البحر الأحمر أو على ميناء على ساحل الشمالي إسكندرية ودمياط والعالمين. التطوير ده النهاردة في ميناء إسكندرية تم تطوير رصيف 3 و4 النهاردة بشكل كامل، كامل الخطوط تم تغيير كافة خطوط الربط اللي هي بتاعة التفريغ والشح، أصبحت النهاردة يستطيع الميناء استقبال العديد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والزيوت وخلافه. الكفاءة الاستيعابية النهاردة زادت في ميناء اسكندرية، وصلت إلى أكثر من 7 مليون طن في السنة، بعد ما كانت الإمكانيات ضعيفة جدا، إمكانيات مخنوقة زي ما أنت حضرتك شايف شكل الخطوط اللي هي بتستطيع تداول عدد لا متناهي من المنتجات البترولية، بتخدم أكثر من 10 شركات موجودة في منطقة اسكندرية. وده لأي مدى بيسهم في تحقيق استراتيجية الدولة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة؟ إحنا لما نطور الميناء، تطوير المواني، قدرتها الاستيعابية، شبكة الربط، الساعات التخزينية اللي هتبقى اللي توفرت مؤخرا في مدينة الإسكندرية ربطا بحوض البترول، النهارده بتدي مصر قدرتها على تداول كافه منتجات المطلوبه لمصر على حسب المكانيه. يعني ايه؟ يعني لو سعر البترول النهارده في الشرق او المنتجات البتروليه في الشرق اقل، احنا بنعتمد على الميناء المواني البتروليه في الشرق، لو المنتجات اللي جايه من الشمال ارخص فاحنا بناخدها على ميناء اسكندريه. الاهم من ده ومن ده دي لخدمه مصر، اما كتجاره دوليه وتجارة إقليمية، مصر النهاردة تستطيع أن هي تتداول مع احتياجات الشركات العالمية والدول الإقليمية اللي حوالينا في عمليات التخزين والتداول والحركة العكسية. يعني ممكن نخزن لهم في الشرق وندفع لهم في الغرب. هي دي إمكانيات مصر الكبيرة جدا اللي هتتحقق، العديد من الشركات العالمية الكبرى بتتمنى أن هي تتعامل مع مصر بهذا الشكل، ودي إمكانية مصر بشكلها بمحورها الجغرافي المميز اللي هيساعدها على تحقيق تلك التحول الكبير اللي احنا هنشهده في القريب العاجل إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا ليك مهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا. نروح للأهمية الاقتصادية لعملية تطوير ميناء الإسكندرية والتوجيهات الرئاسية بضرورة حوكمة الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة وتقليص زمن الإفراج لتخفيض تكلفة التجارة المصرية. النهاردة خلال جولة الرئيس السيسي بميناء الإسكندرية قال إنه جرى خلال الشهور الماضية تطبيق نظام ميكنة للإجراءات الضريبية والجمركية بشكل تجريبي، على أن يتم العمل به فعليا اعتبارا من شهر أكتوبر القادم، لنصل إلى التطبيق الكامل لذلك النظام بحلول شهر مارس 2022 بالاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. عن أهمية ذلك احنا معانا عبر سكايب دكتور أحمد سعيد، أستاذ التشريعات الاقتصادية. دكتور مساء الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، ومساء الخير على حضرتك والسادة المشاهدين. مساء النور. عايزة أبدأ من تطوير ميناء الإسكندرية وانعكاس ده على الاقتصاد المصري وحركة التجارة في مصر. والله
والله يا فندم، هو مسألة تطوير ميناء الإسكندرية دي ما يجبش النظر إليها باعتبارها تطوير لميناء مصري واحد، لأ في خطة مصرية لتطوير جميع البوانئ، لأن زي ما فخامة الرئيس أعلن مصر ما كانتش بتستفيد من موقعها الجغرافي، إننا المفروض بسبب موقعنا الجغرافي إحنا قريبين لمجرى الملاحة العالمي الأهم، فالمفروض يبقى فيه سيولة في دخول المواد الخام وسيولة في خروج البضائع وتكلفة رخيصة للشحن والنقل والتفريغ. ولكن طبعا بسبب النظام البشري اللي معمول بيه حاليا واللي كان معمول بيه سابقا، المساله بيبقى فيها يعني بعض العضلات وبعض السلبيات وبعض الاخطاء، فعشان كده مصر عندها خطه للتحول الى الميكنه، ان ما يكونش في اي تعامل بشري. احنا عندنا طموح كبير جدا ان يبقى في ربط كامل ما بين الموانئ المصريه وكافه الموانئ العالميه، لان مصر صدقت على اتفاقيه تيسير التجاره مع منظمه التجاره العالميه في عام 2019. المفروض من ضمن خطوات هذه الاتفاقيه ان يتم ربط هيئه الجمارك المصريه والموانئ المصريه بجميع الموانئ العالميه، بحيث ان الشحنه قبل ما تخرج من بلدها نبقى عارفين ايه محتوى الشحنه دي، وقبل ما توصل مصر يبقى مستندات الافراج عنها موجوده، فيقدر المصنع ان هو ياخد المواد الخام بتاعته في اسرع وقت ممكن فما يحصلوش اي عطله، يقدر المستورد ان هو ينزل البضاعه بتاعته الى الاسواق في اسرع وقت ممكن. ولكن خليني اقول لحضرتك الغايه الكبرى والهدف الاكبر من الخطه اللي مصر بتنفذها حاليا. الهدف الكبير ان احنا كنا بنعاني من مشكله بسبب فوضى الاستيراد والتصدير. كان عندنا فوضى في الاستيراد وعشوائيه في الاستيراد، وكان بيدخل للاسواق المصريه السلع الرديئة والسلع معقودة المصدر والسلع المقلدة اللي هي بتكون أسعارها طبعا رخيصة جدا، فبسبب الأسعار الرخيصة دي حصل إغراق للصناعة المصرية. الإغراق ده امتد حوالي أكتر من 30 سنة للصناعة المصرية لغاية لما دمر الصناعة المصرية، وخلى في عدم رغبة شعبية للتوجه للصناعة. لكن مصر منذ ولاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطة لتغيير ده. الخطة دي بدأت من عام 2016 لما مصر أصدرت القرار رقم 43 لسنة 2016 بحظر دخول المنتجات مجهولة المصدر، وقررنا كمصر إن أي منتج عشان يدخل السوق المصري لازم يكون المصنع اللي بيصنع المنتج ده مسجل في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عشان نعرف مين المسؤول عن المصنع ده، عشان لو في أي أخطاء أو أخطار أصابت المستهلك المصري نقدر إن احنا نقضيه ونحصل على التعويض المناسب. كمان كان في تطلبات ان المصنع اللي هيسجل عندنا ده لازم يكون بيعمل باحدث نظم الجوده، ولازم يكون عنده شهادات جوده عالميه يقدر يفيدنا ان اساليب الانتاج عنده هي اساليب حديثه. ده بهدف اولا تنقيه السوق المصري من المنتجات مجهوله المصدر، وثانيا منح فرصه للصناعه المصريه ان هي تستعيد تاني العمل، وان يكون في فرصه حقيقيه للمكسب. تنظيف السوق من المنتجات الرديئة الرخيصة هيعود على المستهلك بالإيجاب، إن المستهلك هيلاقي قدامه فعلا منتج يستحق الثمن المدفوع فيه، وكمان هيعود على الشباب وعلى المجتمع المصري، إن النهاردة بقى فيه منتجات فيه هامش ربح كبير جدا فيها يقدروا إن هم يتوجهوا لتطويرها وتصنيعها وإنتاجها. في الحقيقة الدولة عندها خطة متكاملة. يعني إيه؟ يعني مصر شفنا ان في 2015 كانت فاتوره الاستيراد لمصر حوالي 72 مليار دولار امريكي، وكانت فاتوره الصادرات المصريه حوالي 15 مليار دولار امريكي. يعني كان عندنا معدل عجز في الميزان التجاري حوالي 53 مليار دولار امريكي، فالرقم ده كان رقم ضخم جدا، وكان في معدل بطاله عالي جدا. انما مع تنقيه السوق في خلال الست سنوات المنصرمه بدأ ان يبقى في توجه اكبر للصناعه، ده ترتب عليه انخفاض فاتوره الواردات، انخفضت الواردات اللي بتيجي لمصر بنسبه 9 مليار دولار امريكي، الصادرات زادت بقت اكتر من 25 مليار دولار امريكي، عجز وخلل ميزان المدفوعات قل واصبح 38 مليار دولار فقط. الدوله عملت ده ازاي؟ الدوله عملت ده من خلال ان الدوله من خلال معهد تنميه الصناعه عملت دراسة ايه هي الواردات المصرية، ايه المنتجات اللي ناقصة في السوق المصري، وبدأنا نشجع المنتجات دي على الصناعة من خلال ان الدولة قالت المجمعات الصناعية اللي هتبدأ ترخصها بقى في تخصيص نوعي، بقينا بنخصص في التخصصات اللي ناقصنا انتاجها عشان نشجع الناس انها تنتج النوع ده من المنتجات. كمان في دراسات على ايه المواد الخام اللي مش موجودة عندنا في مصر. احنا النهارده صناعه تكرير البترول وصناعات الكيماويات الهدف الرئيسي منها هو توفير الخامات للانتاج المصري وللمصانع المصريه،
ودي خطة من الدولة متكاملة عشان نوفر كل مواد الإنتاج بأسرع وقت ممكن تبقى موجودة عند المصانع بهدف تشجيع الصناعة ومكافحة البطالة، وده ترتب عليه انخفاض للبطالة من 14% إلى 7.5% في الوقت الحالي. هايل. طيب لأي مدى عمليات التطوير في ميناء الإسكندرية وغيرها كمان من الموانئ المصرية بتسهم في تحويل مصر لمركز للتجارة العالمي في ضوء كل اللي حضرتك قلته لنا ده يا دكتور؟ إنجاز كبير جدا يا فندم، والإنجاز الكبير اللي بيحصل النهاردة على الأرض المصرية زي ما فخامة الرئيس أعلن إن من ابتداء من مارس 22 مش هيدخل مصر منتج مش متوافق مع المواصفات الأوروبية، وده وعد للشعب المصري إن الشعب المصري بعد كده هيلاقي الإنتاج اللي موجود في السوق المصري إنتاج ذو جودة عالية وبأسعار تنافسية، فده هيخدم المستهلك المصري في المقام الأول وهيرتقي بالسوق المصري إلى مستوى الجودة الأوروبي، ودي خطوة مهمة جدا بالنسبة لنا. التطوير اللي بيحصل في الموانئ المصرية فندم فيه عنصر مميز وكبير جدا بيحصل النهاردة، وهو اهتمام مصر بالتكنولوجيا وتوجه مصر تحديدا الى الاقتصاد الاخضر والى التكنولوجيا الخضراء، وان المواني بتاعتنا ما تكونش ملوثه للبيئه. حصل عمليات تعميق كبيره جدا في ميناء الاسكندريه عشان يقدر يستوعب سفن عميقه وسفن ضخمه جدا ما كانش في السابق بتقدر انها تتواجد في الميناء ده، وده بيكون فيه اثبات كبير لتواجد مصر في البحر المتوسط وفي توسع وتنميه الساحل الشمالي المصري. وأنا شايف النهاردة إن المنطقة دي في حد ذاتها أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار، وخاصة مدينة العالمين الجديدة. ما تقدريش حضرتك تشوفي حاجة واحدة بتحصل في مصر تنظروا لها لوحدها، لا، إحنا عندنا خطة، مصر عندها خطة التنمية المستدامة 2030، الأمور كلها مترابطة، المدن الجديدة كلها مترابطة، الهدف إنشاء مجتمعات عمرانية حديثة، يعني الموانئ دي بيخدم عليها مدينة سكنية جديدة، جهاز إداري جديد. النهارده في خطه الدوله انها تزيل عقارات كانت ملاصقه للمينا، دي خطوه مهمه جدا في مكافحه عمليه التهريب يا فندم. للاسف ان احنا كنا بنعاني ان كتير من المنتجات الرديئه ومجهوله المصدر كان بيتم تسربها وتهريبها بسبب ان في مناطق سكنيه كبيره مداخمه للموانئ المصريه، فكانت فرصه التهريب فيها موجوده على ارض الواقع. النهارده الدوله قررت انها تعيد هيكله المناطق المحيطه بالمواني، وده عشان نقدر نخدم الخطة الكلية بتاعتنا، وبشرط ان الدولة زي ما فخامة الرئيس اعلن ان الدولة بتعوض المواطن، اي مواطن احنا بنعمل تطوير في المنطقة بتاعته بياخد سعر عادل للسكن بتاعه وبيقدر يستفيد من الخدمات الاخرى اللي الدولة بتقدمها. الرئيس السيسي قال يا دكتور احمد ان خلال شهر اكتوبر المقبل هيتم البدء فعليا في تطبيق نظام ميكنة الاجراءات الضريبية والجمركية، اهمية تفعيل المنظومة دي ايه ومردودها هيكون شكله ايه على الاستثمار؟ المردود يا فندم للمنظومه دي هيكون ايجابي على المستثمر المحترم، يعني المستثمر اللي بينتج منتج بيكلفه تكاليف كبيره عشان هو عنده ضمان وعنده مواعيد للصلاحيه وبيهتم بحقوق المستهلك، المستثمر ده كان حقه ضايع في السابق لان كان بيدخل منتج غير موافي للمواصفات وكان بينافسه وكمان بيكتسب حصه كبيره من السوق. فالمستثمر المحلي او الاجنبي المحترم اللي بينتج منتج محترم، الخطوات دي هتساعده جدا لانها هتسهل له دخول المواد الخام بتاعته في اسرع واسهل وقت، وهتسمح له ان هيحصل تنقيه للسوق اكبر من كده كمان، فهتسمح له اكتر بالتوسع في الانتاج، وده هيديله مزايا الانتاج الكبير من حيث ان هو هامش الربح عنده هيبقى اكتر. انما المخالف للقانون والمجرم والمهرب واللي بينتج المنتج الرديء والمصانع تحت السلم، الناس دي طبعا كلها هتحس ان القرارات دي ضدها وان احنا بنقفل عليها كل مجالات الفساد والافساد اللي كانت بتحصل زمان. ازاي بيعد تفعيل المنظومه دي بمثابه رساله كمان طمانه للمستوردين يا فندم؟ في الحقيقه يا فندم برضو زي ما فخامه الرئيس صرح النهارده، احنا يا فندم بنتصل بالعالم، يعني مصر للاسف ما كانتش متصله بالتكنولوجيا العالميه، يعني احنا اللي بنعمله في مصر مش جديد، لكن دول العالم ودول كتير في العالم سبقتنا في هذه المنظومات اللي هي منظومات الربط الجمركي، منظومات الربط الضريبي، منظومات الشمول المالي، ان يكون في سيوله في التجاره الدوليه ولكن في اطار المحافظه على حقوق الملكيه الفكريه وفي اطار المحافظه على حقوق المستهلك. فاحنا مصر كانت متخلفه عن هذا الركب العالمي، لكن مصر من 2019 وقعت على هذه الاتفاقيات اللي بتسمح لنا ان احنا نستفيد من احدث ما وصلت اليه التكنولوجيا العالميه في ان احنا نعرف ايه المنتجات اللي جايه مصر، نحمي مصر من خطر المخدرات اللي بتدمر شبابنا،
نحمي مصر من خطر المفجرات اللي بيستفيد منها الإرهابيين، فالخطوات دي هتخدم المجتمع المصري من كل الزوايا. ازاي بتسهم حوكمه الاجراءات الجمركيه دكتور احمد في حمايه الامن والاقتصاد القومي والارتقاء بمستوى الخدمات؟ الحقيقه يا فندم احنا مصر زيها زي دول العالم، جميع دول العالم تعاني من مشاكل الفساد اذا ما تدخل العنصر البشري، يعني اذا ما كان المواطن او الموظف بيتعامل مع عنصر اخر بشري فهناك فرصه للفساد وفرصه للافساد، ولازم نكون صرحاء مع انفسنا زي كل دول العالم، كل دول العالم فيها فساد. ولكن في أجهزة رقابية، هذه الأجهزة حطت خطط ومنظومات أغلبها إلكتروني عشان ما تسمحش إن يكون في أي تعامل ما بين عنصرين بشريين، ما فيش تعامل بين المواطن والموظف، المواطن هيتعامل مع جهاز كمبيوتر أو مع أبليكيشن والموظف هيتعامل مع جهاز كمبيوتر أو أبليكيشن، ففي الآخر ما فيش مجال للفساد. الشحنة قبل ما تتحرك من دولتها هنبقى عارفين إلكترونيا الشحنة دي بتحتوي على إيه وتم تحليلها إزاي وإيه مواصفات الجودة اللي الشحنة دي بتعرضها لها، فبالتالي الشحنة دي هتوصل مصر، هتوصل المينا وهي معاها شهادة الإفراج الجمركي بتاعها، فده هيحافظ على وقت المستثمر، هيحافظ على الوقت اللي بتحتاجه الصناعة، هيوفر من تكاليف التشغيل والتخزين في المينا والحراسة. فأنت كل ما بتخفضي في تكلفة المواد الخام كل ما أنا بمنح للمصنع ميزة تنافسية في السعر وده يساعد التصدير أكتر بالتأكيد. طب خلينا نتوقف كمان أمام تأكيد الرئيس السيسي على أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع غير مطابقة للمعايير إلى المنافذ البحرية والبرية للبلاد، ده كان طبعا تصريحات سابقة للسيد الرئيس، إيه القصد والهدف من وراء هذه التصريحات؟ الهدف يا فندم إن إحنا بننبه على كافة دول العالم التي تصدر لمصر، ما أنا ما أقدرش النهاردة أطلع القواعد دي وأنفذها فورا، أنا بديله النهاردة مهلة، هذه المهلة تفوق الست شهور، إن محدش يشحن بضاعة من دلوقتي، المستورد اللي رايح يستورد بضاعة يكون عارف إنه البضاعة اللي مش هتدخل مصر ابتداء من مارس 2022 إلا وهي مستوفاة للمواصفات الأوروبية، فبالتالي ده إعلان من فخامة الرئيس وإعلان من الدولة المصرية عشان المستورد اللي بيتعاقد على بضاعة النهاردة يجب عليه إن هو يتأكد من استيفاء هذه البضاعة للمواصفات الأوروبية، وإلا بضاعته مش هتدخل للمنافذ المصرية، مش هتنزل من على السفينة أصلاً يا فندم. ده يطمن يعني المواطن، ده يطمن المواطن إزاي يا فندم؟ ده يطمن المواطن إن بعد كده أي منتج أنت هتلاقيه موجود في السوق المصري، المنتج ده هيكون معاه شهادة ضمان ومعاه شهادة جودة، والمنتج ده فعلاً هيكون يستحق الثمن اللي أنت بتدفعه فيه. إن بعد كده مفيش خطر المخدرات، مفيش خطر المتفجرات، يعني دي كلها أدوات بتساعد الدولة في كفاح وعلاج هذه الأنواع من المشاكل. كمان بيدي للمنتج والشاب المصري الفرصة، حضرتك النهاردة بمجرد ما هنقي السوق من هذه السلع الرديئة ومجهولة المصدر هيبقى عندي احتياج في السوق إلى تعدد من نفس المنتج، يعني في ناس اتعودت على استهلاك المنتجات الرخيصة، الناس دي هتواجه نقص في المنتج الرخيص اللي هو تعود على استهلاكه 10 سنين او 20 سنه، فانا النهارده اقدر اقدم له منتج بديل مصري بمواصفات مصريه جيده ولكن بسعر يتناسب معاه، فدي فرصه كبيره للصناعه المصريه وفرصه كبيره للشباب المصري للتوجه للصناعه. نقطة مهمة كمان دكتور أحمد يعني حابة أتوقف عندها، وهي أن الرئيس قال أن مشروعات تطوير الموانئ بتتم بفلوسنا وبتنفذها شركات مصرية، لأي مدى ده بيأكد قدرة الدولة اقتصاديا على تطوير واستغلال مواردها وتسهيل العمل على المستثمرين؟ شوف يا فندم أنا مش ببالغ، ولكن اللي بيحصل في مصر هو ملحمة من ملاحم العمل والنجاح، يعني الشركات المصرية في خلال 7 سنوات سطرت شهادات جدوى مصريه، يعني ايه حضرتك؟ الشركات المصريه اثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان مصر تتميز بابنائها وخبراتها، ان احنا قدرنا ننجز كافه المشروعات القوميه في مدد زمنيه تنافسيه، محدش بيقدر ينجزها على مستوى العالم، فده النهارده بيدي ثقه في شركات المقاولات المصريه، ثقه كبيره جدا وضخمه جدا، وبيفتح مجال لشركات المقاولات المصريه للعمل في كامل القاره الافريقيه لتحديثها وتطويرها. انا عندي النهارده شركات متخصصه في حفر الانفاق، وشركات متخصصه في حفر القنوات المائيه، وشركات متخصصه في حفر الموانئ، وشركات للطرق، وشركات للكباري، وشركات لبناء المدن السكنيه، وكلها بتشتغل وفق احدث النظم التكنولوجيه اللي وصل ليها العالم. اما يكون عندك كل هذا الزخم وهذه الخبرات وقصص النجاحات اللي موجوده على ارض الواقع، المشروعات موجوده النهارده على ارض الواقع،
فده هيفتح مجال اكبر لتصدير العماله المصريه ولتصدير الصناعه المصريه. يعني حضرتك صناعه المقاولات دي من اهم قطرات التنميه في العالم، لان صناعه المقاولات بتجذب وراها عده مجالات وعده توريدات وتشييد وبناء. فهذه هذا القطاع كثيف في العماله، كثيف في استهلاك العماله. فكلما شجعنا النوع ده من المشروعات القوميه الناجحه، احنا بنشجع على ان اولادنا يشتغلوا، لان الدوله المصريه بتخرج الفلوس دي من موازنتها، بتروح لشركات مصريه بتدفع الفلوس دي للعماله المصريه وبتشتري بيها منتجات من السوق المصري. فبالتالي عجله الانتاج بشكل متكامل في كافه القطاعات بتشتغل نتيجه هذه المشروعات القوميه. انعكاس ده ايه على تحسين اداء المؤشرات الدوليه لمصر، خاصه مؤشر التجاره عبر الحدود؟ الانعكاس ده يا فندم في منتهى الايجابيه. النهارده كافه المنظمات العالميه المعنيه بالاقتصاد بتشيد بحجم الانجاز المصري. اما لما يكون في ظل جائحه كورونا، الولايات المتحده الامريكيه كان اقتصادها محقق سالب 10، لما يكون بريطانيا حققت سالب 8، لما تكون مصر في ظل هذه الجائحه تحقق معدل نمو 3.5%، نحافظ على معدلات البطاله، نقدر ان احنا نغطي احتياجات القطاع الصحي. دي يا فندم قصه النجاح اللي سطرتها كافه المنظمات الدوليه، واخرها التقرير الصادر عن البنك الدولي والتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، اللي بيشيدوا فيه بالتحسن اللي حاصل في مصر، تحسن معدلات البطاله انخفاضها وانخفاض معدلات التضخم وزياده الناتج القومي وعلاج الخلل الموجود في ميزان المدفوعات المصري وانخفاض حجم الدين العام. دي كلها قصص نجاح يا فندم. المنظمات دي بالمناسبه في 2015 كانت بترفض التعاون مع مصر، وكانت بتقول ان مصر متراجعه، وكنا فعلا عندنا مشاكل وبيروقراطيه وقوانين معقده، انما احنا في خلال 7 سنوات نجحنا ان احنا نطور كافه التشريعات المصريه المعنيه بالعمل، المعنيه بالاستثمار، المعنيه بالتراخيص، المعنيه بتخصيص الاراضي. مصر حصل فيها حاله كامله من حالات التطوير. النهارده بقينا بنستثمر بايادي مصريه، نستثمر داخل بلدنا في خبرات اولادنا وفي مشروعات قوميه بتخدم كل المصريين. أكيد. أنا بشكرك يا دكتور أحمد، طبعا شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة. دكتور أحمد سعيد، أستاذ التشريعات الاقتصادية. هنروح لمشروع آخر من مشروعات الدولة بيتم تطويرها، وهو متحف التحرير. في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بيستعد المتحف المصري بالتحرير خلال الأيام القليلة القادمة لتشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف، واللي هتحل محل نظام دفع التذاكر يدويا. عن أهمية ذلك وآخر مستجدات عمليات التطوير في المتحف، إحنا معانا على التليفون أستاذة صباح عبد الرازق، مديرة المتحف المصري بالتحرير. أستاذة صباح، أهلا بحضرتك. ويعني في الأول خلينا نتكلم عن خطوة التحول الرقمي داخل المتحف، ومنها الاستعداد لتشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر الدخول بدلا من دفعها يدويا. أهم المزايا والمكاسب للخطوة دي. بيتجه المتحف المصري ووزارة السياحة والآثار لاستخدام التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات اللي بتقدم للزائرين والسائحين، ومنها خدمات الدفع الإلكتروني. بيتم حاليا بالمتحف المصري تركيب المكنات التي تستخدم التذاكر المميكنة، وتم فعلا هذا التركيب، وأيضا تطوير شباك التذاكر. وأهمية ذلك أن تسهيل الإجراءات بالنسبة للزائرين والسائحين، وليس فقط الإجراءات داخل المتحف، لكن أيضا سوف يتم طرح هذه الخدمات عبر الإنترنت من خلال موقع المتحف، حيث يستطيع الزائر أو السائح حجز التذاكر الخاصة به من خلال موقع المتحف المصري، الذي يتم أيضا العمل عليه الآن في إطار مشروع تطوير المتحف المصري. هل سعر التذاكر هيكون مختلف لما يتم حجزها إلكترونيا؟ لا، هو سعر التذاكر واحد، هو سعر التذاكر المصريين 30 جنيه والطالب 10. في فئات بتدخل المتحف مجانا من المصريين، اللي هم كبار السن، ذوي الهمم، طلبة المدارس الحكومية المرحلة الابتدائية والإعدادية، الأطفال ما دون الست سنوات، طلبة كليات الآثار وأقسام التاريخ والإرشاد السياحي أيضا بيدخلوا المتحف مجانا بجرنهات الكلية. هايل. عايزاك تكلمينا بشكل أوسع عن باقي عمليات التطوير يا أستاذة صباح اللي بتتم عندكم في المتحف.
في تطوير فعلا شامل في المتحف المصري. حاليا في حديقة المتحف المصري بيتم العمل على تطوير خدمات المقدمة للزائرين والسائحين. في عمل كافيتريات وعمل مطاعم للزائرين والسائحين. داخل المتحف المصري بيتم تطوير الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين من توفير المقاعد التي يستطيعوا الاستراحة عليها، تطوير دورات المياه، أيضا تطوير المتحف المصري نفسه والعرض المتحفي داخل المتحف. وفعلا احنا حاليا شغالين ويكون قريبا جدا بإذن الله افتتاح العرض الجديد داخل بعض قاعات المتحف المصري اللي هيستمر إن شاء الله تطوير القاعات داخل المتحف المصري إن شاء الله. لأي مدى بتسهم عمليات التطوير في جذب السياحة الأجنبية والمصرية كمان؟ الحقيقة ده أكيد بيسهم في جذب السياحة. استخدام التكنولوجيا المتطورة بتسهم في جذب السائحين والزائرين. تطوير الخدمات المقدمة داخل المتحف أيضا بتيسر على الزائرين زيارة المتحف والاستمتاع بالقطع الأثرية المعروضة به، تقديم القطع بطريقة جذابة وتوفير بطاقات شرح مناسبة ولوحات توضيحية بطريقة مشوقة. ده أيضا بيسهم في جذب الزائرين والسائحين للمتحف المصري، وده اللي إن شاء الله هنقدمه إن شاء الله للمتحف. إن شاء الله بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا أستاذة صباح عبد الرازق مديرة المتحف المصري بالتحرير، شكرا ليكي. نروح لمنظومة المخلفات الصلبة واللي بتحظى باهتمام رئاسي وحكومي، وفي الإطار ده تم الإعلان النهاردة عن بدء منظومة النظافة الجديدة بالقاهرة بمشاركة القطاع الخاص المصري وهيئة النظافة والتجميل، وذلك تنفيذا للتكليف الرئاسي بتطوير منظومة النظافة وتطوير البنية التحتية الخاصة بها. من المقرر أن تعيد هذه المنظومة اللمسات الجمالية لمدن مصر. لتفاصيل أكتر معنا على تليفون دكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بوزارة التنمية المحلية. دكتور أهلا بيك، وعايزينك تكلمنا عن آخر المستجدات المتعلقة بتفعيل منظومة المخلفات الصلبة في القاهرة. أهلا وسهلا أستاذ رهام، زي حضرتك؟ أهلا يا فندم، اتفضل. أولا بشكرك على الاستضافة الكريمة، وحابب أن أنا أوضح لحضرتك منظومة إدارة المخلفات بيتم الإعداد ليها من أكثر من سنتين. المنظومة دي ليها أكثر من محور. المحور الأولاني تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من خلال العمل على القضاء المقالب العشوائية والتراكمات التاريخية اللي بقالها سنين بتولع بشكل مستمر، وإنشاء مدافن صحية آمنة للتخلص الآمن من المخلفات. الجزء الثاني جزء تدوير إنشاء مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات سواء كان الجزء الصلب أو الجزء العضوي. الجزء الثالث المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل. ده الجزء اللي مش بيشوفه المواطن، ولكن هو جزء مهم جدا علشان استدامة المنظومة. أكيد. وديت أحد محاور الخطة الجديدة اللي احنا بنتكلم عليها، إن احنا نتلاشى أخطاء الماضي اللي وقعنا فيها ونبني منظومة يكون الهدف منها الاستمرارية. الجزء الثاني اللي تم تدشينه النهاردة وتدشينه معالي وزير التنمية المحلية اللواء شعراوي للمرحلة الأولى لعمليات التشغيل. عمليات التشغيل ده الجزء بقى اللي بيهم المواطنين في رفع كفاءة المنظومة ونظافة الشوارع وتقديم خدمات يرضى عنها المواطن، بدءا من التخلص من المخلفات، أو إن يبقى في عامل بيجي لي أنا كمواطن بشكل مستمر يوميا ياخد كيس القمامة بتاعتي لابس الزي بتاعه، عنده كارت تعريفي على صدره، مهتم بمظهره ومنظره، مهتم بالمهام الوقاية الشخصية، معروف للمواطن ومعروف هو مين وتبع مين ومين المشرف بتاعه، ياخد الكيس بتاعي بالقمامة وينزله على العربية مباشرة. وبالتالي مش هيبقى عندي نباش، مش هيبقى عندي حد يفرز في الشارع، هيبقى عندي منظومة باخد من المخلفات دي وبجمعها سواء بقى من الوحدات السكنية أو من الوحدات التجارية، وبوديها مصانع المعالجة والتدوير اللي أنا أوريدي عملتها، وبستفيد من مكونات المخلفات، والجزء المرفوضات اللي غير مستفاد منه بيتم توجيهه للتخلص الآمن والسليم منه في المدافن الصحية. ممتاز. دي مختصر الخطة. الجزء المهم وهو التكلفة. والتكلفة تم التصديق عليها من فخامة رئيس الجمهورية بإجمالي التكلفة تتجاوز ال 12 مليار جنيه. 9 مليار منهم لتطوير البنية التحتية للقضاء على التراكمات التاريخية والمدافن زي ما قلت لحضرتك، وديت احنا اوريدي خلصنا في خلال السنتين اللي فاتوا استثمارات بقيمة 3 مليار جنيه من خلال انشاء 21 مدفن صحي
احنا شغالين على كل المحافظات المصرية. ممتاز. انشاء محطات وسيطة تتجاوز عددها ال 20 محطة وسيطة ثابتة، ومحطات متحركة لكل المحافظات، قناة، دلتا، صعيد. ممتاز. الاستثمارات كمان حجم الاستثمارات وتوزيعها مرتبط بالخطة ومرتبط بالتوزيع الجغرافي. يعني عايز اقول لحضرتك ان 40% من حجم الاستثمارات موجه للدلتا اللي بتعاني من كثرة التراكمات وكثرة المقالب العشوائية والإقليم الصعيد. وبالتالي يبقى عندي توازن في المنظومه بتاعه تطوير البنيه التحتيه، وبالتالي كمان المنظومه يعني بالتاكيد بتضيف للمسات الجماليه للمدن، لمدن الجمهوريه، ولا ايه يا دكتور؟ طبعا يا فندم، هو ده الهدف الاساسي. احنا الدوله شغاله على اعاده المظهر الحضاري والجمالي لمصر، وبدات بمحافظه القاهره الكبرى. في ناس كثير هتسال، هو القاهره ليه؟ هو تميز؟ هو مش تميز. لا، القاهرة وحجم التولد المخلفات اللي فيها بيمثل 25% من إجمالي حجم تولد المخلفات على مستوى الجمهورية. وبالتالي لما حل 25% يبقى أنا حليت 25% من أول طلع ليا. والمرحلة الأولى مش بتضم فقط القاهرة، بتضم اسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد. وإحنا شغالين قريب جدا جدا إن شاء الله أكلم حضرتك عن الإسماعيلية وعن بورسعيد. إن شاء الله. اكتملت المنظومة في الإسماعيلية وبورسعيد من خلال شركة متخصصة بتعمل في العمليات المعالجة والتخلص وتوفير المحطات الوسيطة بتاعتها، ناقصها استكمالها بشركة متخصصة لعمليات الجمع والنقل، وده اللي احنا شغالين عليه اوريدي. ان شاء الله قريب جدا هيتم تقييم الشركة والتفاوض على كل التفاصيل الصغيرة اللي حكيتها لحضرتك، ونبدا في الإسماعيلية وبورسعيد واسكندرية ان شاء الله. وبعدين المرحلة الثانية استكمال محافظات القاهرة الكبرى، الجيزه والقليوبيه ومعاها محافظات الصعيد. طب دور المواطنين ايه هنا لانجاح العمل بمنظومه النظافه الجديده في القاهره وبعد كده طبعا في غيرها كمان من المحافظات؟ انا عايز اقول لحضرتك، اي عمل في الدنيا لازم يتم بشكل تشاركي. لو ما تمش بشكل تشاركي وشكل تفاعلي واشتغلت انا من ناحيتي في اتجاه واحد مش هنجح. صح. انا بقدم خدمه لمواطن، فالمواطن لازم يعرف دوره ايه، واجباته ايه، وحقوقه ايه. حقوقه عليا ان اقدم له خدمه يرضى عنها، خدمه فيها استدامه للتخلص من مخلفات اللي بتتولد عنه، وانه يشوف دايما الشارع جميل وشارع نظيف. واجباته ان هو يساعدني في الالتزام بالتخلص من كيس الكمامه مع العامل اللي احنا وفرناه، ما يرميش كيس الكمامه بتاعته في الشارع. كانت دايما المشكله زمان اني انا اودي حاجتي فين. لا، حضرتك دلوقتي تودي حاجتك في شركه متخصصه بتاخد منك المخلفات، في باسكت في الشارع، في عامل بياخد كيس المخلفات منك. الكلام ده بس مش على المواطن، كمان على المحال التجاريه، ودي نص جزء كبير جدا من حجم المخلفات بيجي من المطاعم ومحال البقال وخلافه. وبالتالي احنا كمان عندنا خطه من خلال الشركات وهيئه النظافه ان احنا نوفر صندوق زي من الصناديق الجميله اللي حضرتك شايفاها لكل محل. وبالتالي المظهر الجمالي العام هيبقى واضح وجميل. الخدمة على مدار 24 ساعة، وبالتالي حضرتك هتشوف العامل على مدار 24 ساعة، صبح وظهر وبالليل. وهيبقى فيه خدمة لغسيل الكباري، هيبقى فيه خدمة لغسيل اليافطات، هيبقى فيه خدمة لغسيل ونظافة أسفل الكباري. احنا اجتهدنا، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يكمل نجاحنا ان شاء الله على خير. اجتهدنا، حاولنا ان احنا نراعي كل كبيره وصغيره، حتى عمليات المراقبه والمتابعه حطينا فيها مؤشرات اداء علشان يبقى عندنا مؤشرات اداء قياسيه. بنحاول نشوف طرف ثالث من الشركات المتخصصه بتطبيق التكنولوجيات الحديثه لعمليات المراقبه والتقييم، عشان يبقى عندنا عدل في عمليات التقييم، عندنا هدف بنسعى له وبنحققه، نعرف احنا وصلنا لفين، حققنا ايه. دي كلها مكونات الخطه اللي احنا بنتكلم فيها. هايل. ايه الموقف الخاص بمنظومه المخلفات الصلبه؟ حياتك بتقولي انه هنبدا في باقي المحافظات، ولكن يعني هل في جدول او مدى زمني احنا بنتكلم فيه، او بنيه تحتيه هيتم الاستعداد بيها؟ حضرتك لما الخطه اتعرضت على فخامه رئيس الجمهوريه كانت ليها محاور زي ما اتحدث، ليها جدول زمني بتكلفه. الجدول الزمني كان في خلال 4 سنين، لان المشروعات دي حضرتك عندك موروث قديم كبير جدا، ما كانش فيه بنيه تحتيه. احنا شايلين في السنه اللي فاتت والسنه دي
ما يقرب من 45 مليون طن تراكمات تاريخية. حضرتك متخيلة الرقم دوت؟ احنا شايلين في صندوق مقلب تاريخي بقاله أكتر من 40 سنة، شلنا منه 900 ألف طن. حضرتك متخيلة قلب الدلتا بيحترق بشكل مستمر ليل ونهار، مولع ليل نهار، اتشال المقلب دوت واتعمل مكانه أكبر مصنع لتدوير المخلفات في مصر وشمال أفريقيا، بطاقة تصميمية 1200 طن باستثمارات تتجاوز ال 233 مليون جنيه. وبالتالي الخطة عندي واضحة، خطة تطوير البنية التحتية على 4 سنين، فات منها سنتين تجاوزت نسبة تنفيذ المشروعات في السنتين 85%، الاستثمارات بتاعة السنتين الأولانيين كانوا 3 مليار جنيه، ومكملين لمدة مرحلتين كمان الثالثة والرابعة، قريب جدا هنوقع بروتوكول المرحلة الثالثة. ما أقدرش أنسى شركائنا في التنفيذ اللي هم ساعدونا، وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع بما يملكوه من مقومات لعمليات البناء والتصنيع اللي هي مكونات المخلفات أو مكونات المعدات المطلوبة لعمليات التشغيل. ودي أكد عليها معالي الوزير النهاردة إن, 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 إن العمل كان عمل تشاركي ليس عمل فردي لوزارة معينة. إحنا شركائنا من وزارة التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي والتخطيط والمالية والمحافظات، هذا العمل عمل تشاركي عشان كله يحس بالأونرشيب، كله يحس بملكية الحاجة. ممتاز، أنا بشكر حياتك، شكرا جزيلا دكتور أحمد سعيد. شكرا لك رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات بوزارة التنمية المحلية، شكرا لحضرتك. هننتقل الآن لمتابعة مؤتمر الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي للإعلان عن إطلاق المعرض والمنتدى الطبي الإفريقي الأول اللي بتستضيفه القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. اللي احنا بنفخر ان احنا يعني عندنا تغطية اكتر من 95% من الدواء المصري لكل احتياجاتنا، وتقريبا 100% من احتياجات كوفيد 19 من الدواء المصري. بشكركم جميعا وبرحب بيكم تاني في هذا الملتقى الكبير، وان شاء الله نتذكر الحدث القادم في شهر يونيو 6/7 يونيو 2022 لنلتقي تاني، ويكون في كثير من النجاحات نذكرها ونفخر بها. شكرا لكم جميعا. السيدات والسادة الحضور الكريم، بستأذن حضراتكم في استراحة لمدة 10 دقائق على أن نعاود بعدها فعاليات الحفل بعرض مبهر الحقيقة لدار الأوبرا المصرية. دلوقتي هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نبدأ أول مواجهتنا النهاردة، استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي هنتابع تغطيتنا المتواصلة لجولة الرئيس السيسي التفقدية لميناء الإسكندرية، واللي تم خلالها تفقد عمليات التطوير في مرافق الميناء، خصوصا المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية، وأيضا تفقد الرئيس لعربات قطارات المونوريل وعربات المترو والقطار الكهربائي اللي وصلت إلى ميناء الإسكندرية لتدخل الخدمة فور انتهاء أعمال الإنشاءات والمشروعات، وده طبعا في إطار تطوير شامل لمنظومة النقل في مصر. وطبعا تابعنا تأكيدات الرئيس المتتالية أن الهدف هو تنمية مصر وإظهار قدراتها الحقيقية على البحر الأبيض والأحمر من خلال إمكاناتها وتمويلها، مع تأكيد الرئيس على ترحيب الدولة بالمستثمرين. للمزيد من التفاصيل اسمحوا لي أرحب بضيفي في الاستوديو دكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بك يا أستاذ ريهام. أهلا بك. يعني في البداية خلينا نشوف كده مع حضرتك، تابعت إزاي الحدث المهم النهاردة بتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لميناء الإسكندرية وهو أقدم ميناء مصري، وأيضا أعمال التطوير به من المنطقة اللوجستية، الأرصفة البحرية، مستودعات التخزين، قولي تابعت إزاي هذا الحدث المهم؟ يعني كمواطن بشيء من الفخر وكمتخصص حاسس إن إحنا ماشيين على يعني الطريق المرسوم لتطوير البنية الأساسية لقطاع النقل، باعتبار إن قطاع النقل هو الدعم لمشروعات التنمية المستدامة. فخامة الرئيس بيتابع مشروعات البنية الأساسية والمشروعات القومية
إيمانا من الدولة وبتوجيه من سيادته أن هذه المشروعات بتخدم التنمية المستدامة في بكافة صورها، عشان يبقى عندي تنمية عمرانية، تنمية صناعية، تنمية سياحية، استغلال لثروات طبيعية موجودة. لابد أن يكون عندي شبكة بنية أساسية قوية، وعشان أقدر كمان أجذب استثمارات داخلية وخارجية. فما تم اليوم هو في إطار منظومة متكاملة نهجتها الدولة من 2014 بهدف النهوض بالمرافق بشكل عام وبقطاع النقل بشكل خاص. فكان وسائط النقل المختلفة اللي هي بتشمل النقل البري والنقل السككي والنقل البحري والنقل النهري، هناك مجهودات كبيرة في هذه القطاعات. لو بدأنا بقطاع النقل البري هنلاقي أن الدولة اشتغلت من 2014 لحد الآن على المشروع القومي للطرق، اللي من خلاله قدرنا نربط مفاصل الدولة ببعضها، قدرنا نشغل آلاف المصريين، نوفر فرص عمل، نقلل من معدلات البطالة والتضخم، في نفس الوقت نفتح مشروعات تنموية منها الدلتا الجديدة ومنها مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال المدن الجديدة اللي انتشرت على مستوى الجمهورية، بهدف خلخلة الكثافات السكانية وتوفير فرص عمل أفضل وحياة بجودة أفضل للمواطن. لأن سياسة العشوائيات اللي كانت موجودة أو المناطق غير المخططة كان بينتج عنها مشاكل في المرافق ومشاكل اجتماعية أيضا، فالأمور كانت مرتبطة ببعضها. فأشاد بينا المجتمع الدولي، وارتفعت مصر في تقرير التنافسية العالمية من المرتبة 118 للمرتبة 28 خلال 6 سنوات من العمل المضني. جنبا إلى جنب اهتمت الدولة بقطاع النقل السككي أو السكة الحديد من خلال سكك حديد مصر اللي كل المواطنين يألفوها، اللي هي من اسكندرية حتى السد العالي، من خلال تطوير مزلقانات ونظم تحكم مؤشرات وشراء جرارات وعربات لنقل بضائع ونقل ركاب. ده من خلال إيمان الدولة بدور قطاع النقل في دعم مشروعات التنمية المستدامة. بدأنا كمان ندخل النقل الأخضر والنقل الجر الكهربائي من خلال مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل ومن خلال القطار السريع. المواني كان ليها دور كبير جدا، وده كان يمكن سؤال حضرتك بس كان لازم ندي المقدمة المهمة للمشاهد الكريم. اهتمت الدولة بالمواني على مستوى الجمهورية من خلال تطوير المواني بهدف أن يبقى عندي فرص أفضل للنقل البحري من خلال جذب خطوط ملاحية دولية. هذه الخطوط الملاحية الدولية بتواجه أو قدامها منافسة من خلال دول الجوار الإقليمي والجغرافي، فلازم يكون عندي أو أكون على قدر المنافسة دي وأقدم تسهيلات أفضل وأقدم تجهيزات في المواني بتاعتي بشكل يجعل مصر على قائمة الدول الجاذبة للخطوط الملاحية الدولية في هذه المنطقة، وخصوصا أن مصر لها موقع جغرافي واستراتيجي ليس متاحا لغيرها من الدول الجوار الجغرافي. فبالتالي هنروح للموقع الجغرافي، بس الأول احنا شايفين طبعا حرص كبير وحرص شديد من الرئيس على وتوجيهات متتالية لتطوير منظومة النقل، ويمكن صحيح. التركيز كمان على تطويرها بشكل متكامل لإظهار قدراتنا على البحر الأبيض والبحر بالأحمر. الأحمر كمان آلاف الكيلومترات اللي موجودة في سواحل البحر الأبيض والبحر الأحمر، الاستغلال لهذه الميزة النسبية اللي موجودة من خلال المواني اللي منتشرة على ساحل البحر المتوسط. يمكن كان بالأمس القريب افتتاح ميناء جرجوب، وده من ضمن الموانئ الهامة على ساحل البحر المتوسط، وده برضو هيكون نافذة للدول الإفريقية غير المتشطئة اللي ما عندهاش بحار أو محيطات، أن يبقى الصادرات والواردات بتاعها من خلال الموانئ المصرية، وده هدف برضو من الأهداف التنموية اللي الدولة حطاها وبتشتغل عليها. عندنا تطوير موانئ الإسكندرية، وعندنا 10 كيلو أرصفة بتتعمل في موانئ السخنة، أرصفة بحرية، بهدف أن أنا أقدر أن أنا أزود من الطاقة الاستيعابية لهذه المواني، وعندنا المناطق اللوجستية والأرصفة متعددة الاستخدامات. كل هذه الأمور بتأتي في منظومة متكاملة زي ما حضرتك قلتي، بهدف توطين صناعة النقل وأن أنا يكون عندي فرص تنافسية أعلى على المستوى الإقليمي والدولي في مجال النقل البحري، بالإضافة إلى إنشاء المواني الجافة وعمل مناطق لوجستية، وفي نفس الوقت ربط المواني البحرية بخطوط حديدية
من خلال الخطوط الجديدة اللي بيتم إنشائها علشان يبقى عندي سرعة تفريغ المواني من الحاويات اللي موجودة فيها، وبالتالي ما يكونش عندي تكدس أو مشكلة في القدرة الاستيعابية لهذه المواني. فما تشهده المواني البحرية هي طفرة أشاد بها المجتمع الدولي، ويكفي أن احنا رجعنا خطوط ملاحية دولية كانت هجرت مصر في فترة معينة نتيجة عدم وجود قدرة تنافسية للموانئ المصرية. قدرنا أن احنا نستعيد هذا الأمر مرة أخرى. طيب، يعني في إطار الاستفادة من موقع مصر الجغرافي، الحقيقة أن الدولة فعلا بتتجه نحو تطوير ميناء الإسكندرية اللي يصبح درة موانئ البحر المتوسط، وأيضا تعمل على تطوير موانئ البحر الأحمر. قل لي ده فايدته إيه علينا اقتصاديا ولوجستيا يا دكتور؟ لما يكون عندي قدرة تنافسية أعلى، لما يكون عندي جذب لخطوط ملاحية دولية، لما يكون عندي قدرة على صناعات القيمة المضافة وصناعات خدمة السفن، كل هذه الأمور بتصب في مصلحة الاقتصاد المصري. علاوة على أن النقل السككي بيدعم كمان دور المواني، مثلا لما نتكلم عن القطار السريع المرحلة الجارية حتنفذها اللي هي المرحلة الأولى من العين السخنة مرورا بالإسكندرية والعالمين وصولا إلى مطروح، هذا الخط الحديدي السريع سيكون له دور في نقل بضائع من ميناء السخنة على البحر الأحمر إلى موانئ الإسكندرية على البحر المتوسط، وبالتالي فهو بيعظم من الدور اللي بتقوم به قناة السويس علشان يبقى عندي استغلال للموارد والموقع الجغرافي ليس فقط قناة السويس اللي جاري تطويرها حتى في المرحلة اللي احنا فيها واستكمال أعمال التوسعة اللي بتتم فيها، لكن كمان بدعم الدور اللي بتقوم به من خلال خط حديدي. السكة الحديد بيعول عليها أنها تكون شريك للنقل البري في حركة تجارة البضائع داخل الجمهورية. لما يكون عندي مواني جافة وربط بشبكة نقل جيدة للمواني البحرية بالمواني الجافة لإنشاء مناطق القيمة المضافة زي ما حصل في محور تنمية قناة السويس، علشان يبقى عندي ليس فقط معبر ملاحي ولكن كمان بيبقى عندي صناعات القيمة المضافة اللي أقدر أستفيد منها كغيرنا من دول الجوار الإقليمي، بحيث أن يبقى في استفادة للمواطن المصري من خلال فرص عمل، للاقتصاد المصري من خلال وجود شركات دولية واستثمارات محلية وأجنبية في هذه المشروعات. فما يتم من تطوير للموانئ البحرية له دور على زيادة القدرة التنافسية لمصر في مجال النقل البحري وفي مجال جذب خطوط ملاحية دولية كانت بتروح لمواني أخرى في دول جوار إقليمي، لأن ما كانش عندنا البنية الأساسية المؤهلة للمنافسة. لما بيكون عندي تطوير لهذه المواني وإنشاء أرصفة جديدة وتطوير أرصفة قائمة وإنشاء مناطق لوجستية، كل هذه الأمور بيكون لها دور في عودة مصر إلى دورها في مجال صناعة النقل البحري على مستوى موانئ كثيرة وآلاف الكيلومترات من السواحل، سواء على البحر الأبيض أو على البحر الأحمر. والموقع الجغرافي زي ما قلت في الأول المهم جدا لجمهورية مصر العربية. كل هذه الأمور الدولة شغالة على الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي مع تطوير موانئ وإنشاء موانئ جديدة، ليس فقط موانئ الإسكندرية لكن كل المواني المصرية جاري فيها أعمال تطوير بشكل أو بآخر بتتناسب مع خطة التنمية اللي وضعها الدولة. وعندنا موانئ شرق بورسعيد وغيرها من الموانئ البحرية اللي بيتم تطويرها علشان نقدر ان احنا نواكب التطورات اللي بتتم في صناعة النقل البحري على مستوى العالم. زي ما تابعنا وبنشوف يعني يا دكتور في كل المشروعات اللي بتقوم بها الدولة ان المشروعات دي بتبقى كاملة من كل الخدمات، يعني ميناء الإسكندرية تم مراعاة ان يتم ربطه بكل وسائل ومحاور النقل مع ربطه بباقي الموانئ الأخرى ومنها ميناء السخنة على البحر الأحمر. لأي مدى التوجه ده بيخدم الدولة أو توجه يعني الدولة في تحقيق التنمية المنشودة والمستدامة وتحويل مصر للمركز للتجارة العالمية واللوجستيات؟ تكاملية وسائل النقل مطلوبة جدا، وحضرتك قلتي ان انا لما بيكون عندي ميناء لازم او اي مش لازم يكون ميناء اي منشأ لابد ان انا اربطه بشبكة مواصلات عشان إن يبقى فيه استفادة من الموقع بتاع هذا المنشأ. لما نتكلم على ميناء له اهمية قصوى في حركة تبادل او تجارة حاويات، في عندي صادرات وواردات، لازم يكون في عندي شبكة نقل بتغذي منطقة الميناء وبتربطها بريا ونقل سككي علشان أقدر أفرغ أعمال النقل
الحاويات والتجارة اللي بتتم من خلال الميناء إلى مناطق يعني أخرى زي المواني الجافة والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى أنا أشرت إلى الربط السككي بين مينائي السخنة والإسكندرية من خلال القطار السريع اللي هيكون فيه قدرة على نقل البضائع بسرعة تصل إلى 160 كيلو متر في الساعة، وبالتالي أستطيع أن يكون هناك تجارة حاويات ما بين مينائي السخنة والإسكندرية بشكل سريع في ساعات معدودة، أقدر أن أنا أنقل بضائع ما بين المينائين. عملية الربط والتكاملية مطلوبة ومهمة وبتحقق في مجال النقل ما يعرف بالموبيليتي، لأن اللي هينقل مش لازم ينقل لميناء السخنة لو هو جغرافيا قريب من السخنة، لأنها لو وصلت ميناء الإسكندرية تقدر أنها تتنقل بالقطر إلى ميناء السخنة أو أي مناطق صناعية مجاورة. هذه الأمور بتزيد من القدرة الاستيعابية للموانئ وبتحسن من الترتيب بتاع هذا الميناء دوليا، وجود شبكة نقل تربط الميناء، وجود عايز أقول تسهيلات بتقدم للخطوط والملاحية الدولية والمستثمر الأجنبي، كل هذه الأمور من أدوات الجذب للتجارة البحرية اللي مصر بتشتغل عليها من أجل الاستفادة من هذه الموانئ وتطويرها. طب فكرة كمان أن الدولة بتتوجه لإنشاء المحطات اللوجستية في المواني دي متعددة الأغراض والأرصفة ومستودعات التخزين، يعني زي ما شفنا النهاردة في محطة تحيا مصر، ده كمان صحيح. إزاي بيساهم يعني في خلينا نقول إيه، في لفت الأنظار وفي نفس الوقت جذب المصنعين والمستثمرين لهذه المناطق؟ هو الهدف من الأرصفة متعددة الاستخدامات والمناطق اللوجستية أن تتناسب مع نوعية ما يتم تداوله من تجارة دولية أو صادرات وواردات، فلابد أن أنا أكون مؤهل كأرصفة بحرية إلى استقبال ما يتم وصوله، لأن مش كل اللي بيوصل من خلال النقل البحري هو تجارة للحاويات، فلما يكون عندي أدوات أو وسائل أو مواد بيتم نقلها بحريا لابد أن أنا أكون مؤهل بالأرصفة بتاعتي، بالمناطق اللي هيتم تخزين هذه المواد فيها، بكيفية نقلها وربطها بشبكة النقل الداخلية على مستوى الجمهورية بمحاور سريعة. كل هذه الأمور الدولة شغالة فيها في وقت واحد. يمكن لما نتكلم كمان على ربط المواني بشبكة نقل بري نتكلم عن ما تقوم به الدولة من تطوير شبكة الطرق في القطاع الشمالي الغربي من جمهورية مصر العربية، طريق اسكندرية الصحراوي، طريق الضبعة، طريق وادي النطرون، الطريق الدولي الساحلي، كل هذه الأمور الدولة شغالة فيها بالتوازي زيادة الطاقة الاستيعابية والتوسعة ورفع الكفاءة علشان أقدر أن أنا لما أطور المواني وأزيد من القدرة الاستيعابية والطاقة الاستيعابية بتاعت المواني تكون شبكة النقل البري على نفس الدرجة من القدرة على التعامل مع الزيادة المتوقعة في حركة تبادل وتداول التجارة داخليا وخارجيا. بتشوف ازاي كمان ان اللي بيقوم بأعمال التطوير في هذه الموانئ وفي تحيا مصر حتى زي ما شفنا النهاردة هم شركات مصرية؟ مش بس في المواني، يعني احنا لو اتكلمنا على كل ادوات النقل او وسائط النقل، النقل البري مين اللي عمل شبكة الطرق القومية؟ هي شركات مصرية وطنية منها العام والخاص. مين اللي عمل الجزء الاهم من القطار السريع والقطار الكهربائي اللي هو الجسر والكباري والانفاق ومحطات الركاب ومحطات البضائع؟ هي شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين على قدر من الكفاءة اشتغلوا مع يعني مؤسسات الدولة بشكل عام وعملوا هذه التصميمات ونفذتها شركات مصرية زي ما قلت. ووجود هذه العمالة وهذه الشركات بيساهم في ان يبقى في ضخ استثمارات داخلية. ولما نتكلم على ان انا بعمل قطار سريع مش كل التكلفة بتاعت القطار السريع بتروح للمستثمر الأجنبي، ده جزء كبير منها بيروح للشركات المصرية اللي نفذت الجسر ونفذت الأعمال الصناعية والمحطات، وده بيوفر فرص عمل، بيقلل من معدلات التضخم، بيقلل من البطالة، وبيفتح أسر أو بيوت أسر كثيرة من العاملين في هذه المشروعات، وده يعتبر فائدة مباشرة بتعود على المواطن والاقتصاد المصري. خبرات بتكتسب لأن الشركات اللي اشتغلت في، حتى على فكرة الكلام ده يندرج على أنفاق قناة السويس، يعني
سواء أنفاق شمال إسماعيلية أو جنوب بورسعيد أو حتى ازدواج نفق الشهيد أحمد حمدي، هي ائتلاف لشركات مصرية. كانت الخبرات في البداية استعنا بخبرات أجنبية، لكن في الآخر اكتسبنا هذه الخبرات وقدرنا نكمل لوحدنا. فهذه الشركات لها قدرة على أنها كمان تنافس إقليميا، وده جزء مهم جدا، أن بعد اكتمال البنية الأساسية المصرية هستفيد بالخبرات دي في أن أنا أستطيع أن أنا أصدر التكنولوجيا دي لدول الجوار الإقليمي والقارة السمراء. ويمكن مصر لها عدد من المشروعات القومية في دول القارة السمراء بتقوم بها شركات مصرية وطنية أيضا. الرئيس الحقيقة أكد أن المشروعات كلها بتتم بفلوسنا يعني، وأنه وبالتمويل الذاتي، وأنه ده بيعكس يعني قدرة الدولة على تعظيم الاستفادة من أصولها. وكمان في نفس الوقت أكد على فتح المجال أمام المستثمرين وأنه في ترحيب بيهم. شايف إزاي هذه النقلة في التعامل مع منظومة النقل؟ هو أنا عايز أقول إن في الأول كان في إرادة سياسية للنهوض بهذا القطاع. هذه الإرادة السياسية هي اللي خلت الحلول اللي بتقدم هي حلول جذرية متكاملة وليست مسكنات كما كان يقدم في العقود الماضية. فالنهاردة لما بنحل في شبكة النقل البري أو في المواني أو في السكة الحديد بنحل بحلول للأجيال الحالية والمستقبلية، وبالتالي ما يتم تقديمه اليوم في تطوير البنية الأساسية هو فعلا لبناء جمهورية جديدة، علشان يبقى عندي قدرة على أن أنا أدعم مشروعات التنمية المستدامة كما أشرت بكافة صورها من خلال وجود مرافق وبنية أساسية قوية. ده اللي بتقوم بيه الدولة. الاستثمارات اللي بتضخ جزء كبير منها بيمول من الداخل من ميزانيات الدولة، والدولة بتنهج نهج إنها بتتحاول تدخل كشريك مع المستثمر. هذا الأمر لم يكن متوافر في العقود الماضية. هدي مثال بسيط، المناطق والمجتمعات العمرانية اللي تم بنائها في العقود الماضية كانت الدولة بتدي الأرض غير مرفقة للمستثمر، والمستثمر بياخد الأرض بأسعار زهيدة، بيعمل المرافق وبعدين يبتدي يبيع بأرقام عالية جداً. تنبهت الدولة إلى هذا وقدرت أنها تدخل شريك مع المستثمر. ما بقاش أن أنا بدي المستثمر المشروع وأقول له عمل أنت كل حاجة، فمن هنا بقى في عندي فرصة أن أنا أشتغل بفكر خارج الصندوق، وده فكر اقتصادي بيجيب دخل علشان أقدر أعمل بيه مشروعات بنية أساسية وأعمل بيه مشروعات لدعم حياة المواطن البسيط في التعليم وفي الصحة وفي مرافق النقل علشان خاطر نوفر حياة أفضل وننتشر. ودي نقطة مهمة أفقيا على مساحة أكبر، لأن كنا عايشين على 6% من مساحة مصر بسبب عدم وجود أدوات نقل ومرافق وبنية أساسية تؤهلني أن أنا أتحرك في مناطق غير مأهولة وأروح أعمرها. النهاردة بنتكلم على مناطق في الصحراء، مشروع الدلتا الجديدة وألاف الأفدنة اللي بيتم استصلاحها وزراعتها، لم يكن ذلك ليتم بدون وجود شبكة نقل. لما نتحدث عن مدن جديدة وعايز أعمر وانقل الناس والوزارات والمصالح، لم يكن ذلك ليتم بدون وجود شبكة نقل. النقل ليس فقط نقل بري، لكن بنتكلم كل أدوات النقل، من نقل سككي، من نقل بري، من نقل جماعي وداخلي زي المونوريل ووسائل النقل العام اللي الدولة شغالة على تطويرها، سواء في خطوط المترو واستكمال الخط الثالث، وإن شاء الله الخط الرابع يبدأ قريبا، وعندنا مترو اسكندرية في القريب سيتم البدء فيه. لما نتكلم على تطوير السكة الحديد الحالية وغلق مزلقانات عشوائية وتأمين مزلقانات خطرة وتغيير نظم التحكم والإشارات لتقليل الاعتماد على العنصر البشري، مش كده وبس، ده يعني كمان تطوير العنصر البشري. لما نتكلم عن خريجين جدد بيقدروا ان هم مدربين للتعامل مع المونوريل والتكنولوجيا اللي فيه، مؤهلين للتعامل مع القطار الكهربائي والقطار السريع، لان انا في الاخر هيقول تشغيل هذه المرافق الى الفني والمهندس المصري. ممتاز. انا هستأذن حضرتك دكتور حسن، احنا هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نواصل حوارنا مع حضرتك دكتور حسن مهدي، استاذ هندسه الطرق والنقل بجامعه عين شمس.
مرة تانية بنرحب بالدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس. أهلا بك يا دكتور. طيب خلينا ننتقل لتطوير منظومة النقل. الحقيقة أنه الرئيس كمان تفقد النهاردة عربات النقل الخاصة بالمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف وعربات المترو اللي المفترض أن هي تدخل إن شاء الله يعني الخدمة قريبا. تشوف إزاي اتجاه الدولة نحو تنويع كمان منظومة النقل بما يتماشى مع كل ما هو حديث ومتطور في العالم؟ شوفي، هي الدولة بتدعم مخططات التنموية اللي موجودة عندها. يعني احنا عندنا مخطط تنمية للدولة واستغلال المساحات المتاحة سواء للصناعة أو للإسكان أو للزراعة أو لمناطق سياحية أو خلافه، فلابد أن منظومة النقل تكون على قدر يسمح بتنفيذ الخطط الطموحة للدولة في التنمية بكافة صورها، التنمية المستدامة. فلابد أن يكون عندي وسائط أو أدوات للنقل متنوعة زي ما حضرتك قلتي، تفي بأغراض خدمة مشروعات التنمية المتاحة. فلما نتحدث عن المدن الجديدة نلاقي أن فكرة المونوريل، وهي ليست بالجديدة، لو حضرتك أكيد سافرتي برا هتلاقي أن هذه الفكرة مطبقة وبيستفيد منها النقل داخل المدن، ونستطيع أن احنا نربط بيها المدن الجديدة اللي هي كانوا بيسموها ساتلايت سيتيز، لأنها مدن غير كانت في الماضي غير مكتملة الخدمات. يعني اللي ساكن كان ينزل مدينة أخرى عشان يدرس أو يشتغل أو خلافه. دلوقتي الدولة بتعمل التجمعات العمرانية بتكاملية من الخدمات وفرص العمل، بحيث أن كل واحد يستطيع أنه يعمل ويدرس ويسكن في هذه المدينة أو حتى المناطق الصناعية وخلافه. فلابد أن مشروعات النقل تفي بالأغراض اللي تخدم التنمية. فلو تكلمنا عن المونوريل كما أشرت، نلاقيه إن هو بيخدم ربط المدن الجديدة بالمدن القائمة. لو مونوريل العاصمة الإدارية اللي هيربط العاصمة الإدارية بتجمعات شرق الدائري وصولا لمدينة نصر بطول 65 كيلو 21 محطة علوية، هذا الخط لا يتعارض مع حركة المرور السطحي، وبالتالي زمن رحلات أقل، غير ملوث لأنه الجر كهربائي وبالتالي هو صديق للبيئة. عدد من الرحلات وزمن تقاطر قليل، فاستطيع أن أنا أنقل عدد كبير جدا من المواطنين، وده هيساعد في سرعة وتيرة الإعمار في المدن الجديدة. لأن لما نقول لحد روح اسكن في حتة جديدة، أول حاجة هيسألها إزاي هروح، وحتى الكار أونرز أو مالك العربيات بيبتدي يحسبها هي كم كيلو وأنا هستهلك بنزين قد إيه والسواقة بتتعبني. فلما يكون في عندي وسائل نقل عام وجماعي ده بيسهل. نفس الكلام مونوريل أكتوبر اللي هيربط أكتوبر بزايد بباقي محافظات، بباقي يعني مدن محافظة الجيزة، ده هيكون لي مردود على تقليل الكثافات المرورية على الطرق البرية، لأن زي ما أشرت وبالتالي ده بيضيف لجودة الحياة للمواطنين طبعا، وبيقلل كمان الإجهاد والمشاكل اللي بيواجهها المواطن في تنقلاته اليومية، وبالتالي يستطيع أنه هو ينتج بشكل أفضل وتستفيد الدولة منه، بدل ما بيضيع ساعتين الصبح عشان يروح الشغل وزيهم وهو مروح. علاوه على ذلك عندنا ادوات النقل الاخرى كما اشرتي، زي القطار الكهربائي الخفيف او ال ار تي، ده هيربط العاشر من رمضان بمدينه السلام مرورا بتجمعات شرق الدائري وصولا للعاصمه الاداريه، وده هيكون ليه مردود كبير جدا على برضه سرعه اعمار المدن الجديده. وعندنا المنطقه بتاعت العاشر من رمضان كمنطقه سكنيه صناعيه بياتي اليها عدد كبير من العماله. يعني احنا بنشوف الطرق البريه المؤديه ليها الساعه 7 الصبح تلاقي زحمه شديده جدا، وفي وقت خروج الموظفين والعمال من هذه المدن تلاقي الزحمه برضو. لما يكون عندي قطار بيربط بحق وسيلة نقل سريعة وعالية، هديكي مثال بسيط جدا، البارون لما بنى مصر الجديدة كانت واقعة في الصحراء، عشان يسرع من وتيرة الإعمار عمل المترو في وقتها في ذلك الوقت. فالمترو كانت وسيلة جذب بيستطيع سكان مصر الجديدة أول ما اتعملت كمنشأ إن هو يقدروا إن هم يستخدموها للذهاب والعودة، عشان ما يستبعدش المشوار اللي موجود، لأنها وسيلة نقل سريعة وبتاخد عدد كبير من الركاب. وبالتالي بنفس هذا الفكر، وهو ليس فكر مبتكر من عندنا لكنه مطبق، وشفنا تجارب دول أخرى في مجال النقل وقدرنا إن احنا ناخد منها ما يناسبنا، مش كوبي وبيستو. دي نقطة مهمة جدا، إن احنا بناخد ما يتناسب مع ظروف المواطن والمجتمع والبيئة المصرية علشان تبقى التجربة متكاملة وناجحة. عندنا القطار السريع، القطار السريع ده
في إطار منظومة لإضافة ما يقرب من 1790 كيلو متر من الطرق الحديدية الجديدة أو من المسارات الحديدية الجديدة المنقسمة إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى على أرض الواقع يستطيع المواطن أنه يراها بدءا من العين السخنة، ومحطة القطار السريع في العين السخنة بدأت تظهر فوق الأرض دلوقتي، مرورا بالعاصمة الإدارية، مرورا بمناطق أكتوبر ومدينة السادات ومدينة النوبارية ووادي النطرون طبعا، ووصولا للإسكندرية ثم العالمين الجديدة. ليه؟ لأن هناك توجه من الدولة بالاهتمام بتنمية القطاع الشمالي الغربي من الجمهورية، ويمكن دولة رئيس الوزراء اتكلم أثناء عرض على فخامة الرئيس وقال إن احنا بنهدف إلى إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة حتى تكون منطقة الساحل الشمالي الغربي منطقة يعني بها استدامة في الحياة، ما هياش موسمية، مش بتستخدم شهرين في الصيف ونقفلها، بالإضافة إلى وجود إمكانية لاستيعاب الزيادة السكانية. يعني أنا برضو انبسطت إن الفكر بتاع الدولة إن هو عايز يعمل مجتمعات عمرانية يستطيع أن يستوعب حسب كلام رئيس الوزراء 30% من الزيادة السكانية اللي موجودة. فده برضو فكر مستقبلي بتشتغل عليه الدولة دلوقتي علشان ما نبصش تحت رجلينا، ولكن بنحل مشاكل للأجيال اللي جاية، علاوة على وجود إمكانية لنقل البضائع كما أشرت، لأن احنا عندنا مشكلة في النقل البري أن 99% من تداول البضائع على مستوى الدولة بيتم على الطرق البرية، وده بيتم بالعربيات النقل والنقل التقيل اللي احنا بنسميها التريلات، فبيبقى عندي مشكلة الحمل الزائد وعندي مشكلة الحوادث. لما نقدر ان احنا ندخل شريك، مش بقول هلغي النقل البري، لكن هدخل شريك، هذا الشريك هو نقل البضائع بالقطارات، هيوفر لي في الغاء الحمولة الزائدة او القضاء على الحمولة الزائدة، وفي نفس الوقت يحسن من مستوى الامان على الطرق البرية ويقلل من معدلات الحوادث. كل هذه الأمور في مجال تكاملية وسائل النقل. ويمكن كمان عندنا توطين وسائل النقل اللي تحدث عنها فخامة الرئيس والدولة شغالة عليها، أن أنا مش بس أبقى ماركت أو سوق، لا ده أنا كمان هدخل في التصنيع وتصنيع قطع الغيار والوحدات علشان في المستقبل تبقى مصر مركز محوري لتصدير صناعة النقل لدول القارة السمراء ودول الجوار الإقليمي. طيب احنا شفنا كمان خلال الفعالية النهاردة لقاء السيد الرئيس بعدد من الشباب اللي تم تدريبهم في إطار تطوير صحيح. هذه المنظومة، منظومة النقل، شايف ازاي فعلا توجه الدولة نحو الاهتمام بالشباب واعطائهم الفرصة في تطوير هذه المنظومة المهمة جدا يا دكتور؟ شايف ان الدولة بتنتهج النهج العلمي السليم، لان كما اشرت مشروعات النقل تريليون ومئة مليار، رقم يعني كبير جدا، لابد ان انا حافظ على هذه الاستثمارات اللي تم ضخها سواء في النقل البري أو في النقل السككي أو في المواني، علشان أقدر أحافظ عليها للأجيال اللي جاية. أحافظ إزاي؟ أن يكون عندي تشغيل وصيانة جيدة، ويكون عندي من الفنيين والتقنيين ذوي الكفاءة اللي يستطيعوا أن هم يتعاملوا مع التكنولوجيات الجديدة سواء في المونوريل أو في القطار الكهربائي أو القطار السريع. لذلك الدولة بدأت تدرب الكوادر اللي ممكن تدخل في هذا المجال. طبعا الشركات العالمية اللي داخلة معانا في إنشاء المونوريل والقطار الخفيف والقطار السريع واخد عقود تشغيل وصيانة لفترة محددة. خلال هذه الفترة لازم يحصل نقل للتكنولوجيا ونقل الخبرات ما بين الكوادر اللي الدولة دربتها وما بين الشركات أو المشغل اللي جاي بيشغل الخط أو المرفق، علشان بعد كده هتقول التشغيل والصيانة إلى الجانب المصري، فيكون عندي القدرة على أن أنا أكمل وأصون الخط دون وأعمل له الصيانة وقطع الغيار المطلوبة حتى يستطيع أنه هو يكون متاح للاستخدام بصورة جيدة للأجيال اللي جاية. وهو ده الهدف من تدريب وتوفير الكوادر، وأنا شايف أن الدولة شغالة يعني باتجاه صحيح من أن يكون عندي كوادر فنية، لأن يعني في فترة من الفترات كان التدريب مش مهتم بيه قوي في كثير من مرافق الدولة خصوصا في مجال السكة الحديد، لكن دلوقتي الأمور أعتقد أنها اتغيرت تماما. عندنا معهد وردان وعندنا كثير من الدورات التدريبية اللي بتعقد، لدرجة أن في بعض الناس المتفوقين من الكوادر دي بياخدوا منح للسفر والتدريب في الخارج.
الرئيس النهاردة يا دكتور وجه كمان رسالة واضحة وصريحة للمستثمرين أن الدولة بترحب بدخولهم في مجال النقل وسائل وتطوير وسائل صحيح. النقل بتشوف أثر ده إزاي؟ أنا شايف أن الاستثمار في مجال النقل استثمار آمن واستثمار ناجح، ولابد أن المستثمر يتشجع في أنه يدخل في ده، وخصوصا أن مصر دولة كبيرة من حيث المساحة الجغرافية ومن حيث عدد السكان ومن حيث مرافق النقل الموجودة، ففرص الاستثمار متاحة، لكن لابد أن المستثمر يقدم دراسة جيدة تستفيد منها قطاع النقل، ويكون في تكاملية ما بين ما تقوم به الدولة من جهود في النهوض بقطاع النقل وما بين ما يقدمه المستثمر في هذا القطاع. يمكن قانون السكة الحديد في دورة الانعقاد الماضية للبرلمان توافق على تغييره لأول مرة في تاريخ السكك الحديد المصرية، يسمح للقطاع الخاص بالدخول في شراكة مع مرفق سكك حديد مصر، وساعتها بعض المغرضين قالوا دول هيبيعوا السكة الحديد، والدولة والخبراء طلعوا وقالوا ان هذا الكلام غير صحيح، لكن احنا عايزين القطاع الخاص يتشجع ويخش معانا، يعمل خطوط جديدة، يعمل مناطق مواني جافة، ينقل بضائع، وبالتالي يبقى في عندي وين تو وين سيتويشن، او الدوله تكسب والمستثمر يكسب، ونستطيع ان احنا نقدم خدمه نقل جيده يستفيد منها المواطن وبتكلفه اقتصاديه. لما يكون عندي تعدد وتنوع في وسائط النقل المستفيد هو المواطن، لان كله هيتنافس زي شركات المحمول، كل واحد بيقدم عرض علشان يجذب مشتركين جدد، فبالتالي المواطن هيستفيد. ده اللي هيتم في قطاع النقل ان شاء الله مع دخول القطاع الخاص، بس هو القطاع الخاص بيشوف الأول الدولة بتعمل إيه، وأعتقد أنه باليقين أن الدولة بذلت مجهود كبير جدا في النهوض في قطاع النقل بكافة وسائطه في 7 أعوام الماضية. وفكرة كمان أنه الدولة يعني بتتجه نحو استخدام وسائل النقل بتعتمد على الطاقة النظيفة كمان يا دكتور. صحيح، كانت الناس بتشتكي بيقولوا أنتوا ليه بتستوردوا جرارات بتشتغل بالديزل، وإحنا بنتكلم على كهربة السكة، طيب أدينا 1790 كيلو بيتعملوا من النقل الأخضر اللي هو جرارات بطاقة كهربائية. وطبعا الكلام ده كان برضو المواطن اللي بيقول كده ما كانش عارف أن إحنا عندنا لابد أوفر الطاقة الكهربائية اللي هحرك بيها الجر الكهربائي، عشان كده احنا عندنا مع توافر الغاز مع تحويل محطات الطاقة للعمل بالدورة المزدوجة اللي منها الغاز، مع ان شاء الله 2023 يكون في عندي محطة الضبعة النووية، يبقى في محطة كهرباء الضبعة، يبقى انا بوفر طاقة كهربائية، استطيع ان انا اغير كل الجر اللي عندي الجر الكهربائي واقلل التلوث، واستطيع ان انا استفيد من الطاقة الكهربائية في مجالات صناعية كتيرة، واحنا رابطين كمان مع الشبكات الإقليمية نستفيد، ودول الجوار الإقليمي تستفيد، وده اللي مطلوب إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، شرفتنا يا فندم. شكرا. دلوقتي هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هيكون معنا الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة الشوباشي، استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد. هنتابع دلوقتي تغطيتنا المتواصلة لجولة الرئيس السيسي التفقدية لميناء الإسكندرية النهاردة، وهنتطرق كمان لعدد من الملفات والقضايا المحلية مع ضيفتي الكاتبة الكبيرة الأستاذة فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب. أهلا يا أستاذة فريدة. أهلا بيك. أهلا بيكي. تابعتي إزاي، أو خلينا الأول نتكلم عن حرص الرئيس بشكل عام، يعني غير النهاردة ولكن بشكل عام بنشوف أن الرئيس مهتم دايما جدا بمتابعة كل المشروعات بنفسه وبتفاصيلها، وبيبقى عارف التفاصيل والأرقام وكل ما يخص هذه المشروعات. اوعي تكوني نسيتي ان انا قلت ان من اهم ميزاته واهم سمات شخصيته قلتي ده الاسبوع اللي فات. صحيح صحيح، وده اللي بيخلي الكل منتظر انه يبقى يطب عليه. فكله بيشتغل كويس. صح. على فكره في يعني في ناس في الوزاره دي حقيقي ممتازه، يعني انت عندك كم وزير بدا نشوف يعني شوفي كم الوزير مثلا. شوفي كل اللي بيعمله ده في منظومة النقل دي، زي ما قال الدكتور حسن لما كان معاكي قال لك هي دي الأساس في ان مصر تبقى يعني في الدول المتقدمة. ودايما لما كنا بنقول انه الطرق دي مهمة يقول لك يا سيدي ما يأكلنا يروح يبني طرق، لا الطرق هي اللي هتأكلنا، زي ما بدينا نشوف دلوقتي ونحس دلوقتي كده. يعني الحاجة التانية ان عندك وزير البترول مثلا، شوفي النهاردة شوفي وزير الكهرباء، ده احنا كنا بنطلع الكهرباء 10 مرات في اليوم. وزيرة التخطيط، يعني في مجموعه من الوزراء معاه مش معقول، يعني انا بقول انهم فدائيين. مع الدكتور مصطفى مدبولي، يعني هو اختار فريق كمان
مؤمن بأن مصر هتبقى كبيرة. وزي ما قلنا في الأول أنه سوف يعيد مصر إلى مكانها ومكانتها، صح؟ وبعدين النهاردة هو بيتكلم على الاستيراد. انت عارفه انا اكبر منك بسنتين ثلاثه يعني خمسه يا استاذه فريده عشان بس الناس تصدقنا. خمسه ايوه عشان الناس تصدق بالظبط. يعني انا فاكره يا ريهام لما جه رجل اعمال بين قوسين، ما هو طلع قلنا رجال اعمال بعد الانفتاح يعني عديك، يعني اشترى من دوله من امريكا اللاتينيه الدفايات بتاعه الطيور واللحوم اللي هي يعني انتهى تاريخها، تاريخ استخدامها وما تنفعش للاستهلاك الآدمي، وجابها باعها هنا. طيب شوفي ده الوقت بيقول لك ايه. لكن فكره زي ما كنا بنقول الاسبوع اللي فات، زي ما حضرتك لسه بتقولي، انه الرئيس بيتابع بنفسه وعارف تفاصيل التفاصيل، ده مردوده بيكون ايه على المشروعات وعلى القائمين عليها يا استاذه فريده؟ ده مردوده ان كل المشروعات دلوقتي جاده وبتاخد وقتها اللي هو محدده برضه، واللي الظروف محدداه. يعني النهارده مثلا ما اقدرش اقول انا هبني عماره، ها، زي ما اقول هبني برج، البرج هياخد اكتر. فكل واحد دلوقتي بامانه بيديله الوضع زي ما هو، وبيعمل كل جهده، لانه هو الرئيس ما بيقفش. يعني انت عارفه هو قال انا بحلم ببلدي حلوه، وهو بيحقق الحلم ده، ويا رب ربنا يعني يحققه له ويشوفه ويفرح بالحلم، بتحقيق الحلم بتاعه. يعني طب حرص الرئيس على تطوير منظومة النقل كمان، نعم، دي خطيرة. أنا دايما بفكرك بالمرة اللي أنا كنت رايحة فيها في التلفزيون وعلى كوبري مايو، قعدت ساعة إلا تلت. كوبري مايو ده 2 كيلومتر مثلا، مش ممكن بلد تقدر تنهض ولا يجي لها مستثمر يكون مثلا رايح يقابل رئيس وزارة ولا يقابل وزير ولا يقابل موظف وبعدين يروح له في 3 ساعات. لا، دي مش بلد. النهاردة مصر بترجع تاني. مصر، انت عارفة نابليون زمان قال ايه؟ قال اللي بيحكم مصر يحكم العالم. مش بيحكمه يعني بيبقى عنده، لا، بيحكمه بالقوة المعنوية وبالقوة الموقع وقوة الحضارة وقوة الإشعاع الثقافي وقوة التقدم. كل ده مصر بترجع له تاني دلوقتي. طيب النهاردة استعرض الرئيس يعني عربات المونوريل وقطار الكهربائي الخفيف وعربات المترو كمان اللي مفروض أنها إن شاء الله تدخل الخدمة قريبا. قوليلي يعني هذا التطوير غير المسبوق لوسائل النقل علشان تكون أكثر عصرية ومطابقة لما هو حديث في العالم كله، ده انعكاسه بيكون إيه على حياة المواطن؟ ده بيكون على حياة المواطن في مكاسب من كل ناحية. أولا في مكسب الوقت. يعني لما تكوني انت بتنزلي وانت عارفه انك انت بتاخدي مترو او قطر او حاجه بساعات معينه، غير لما بتنزلي وتضطري تاخدي مواصله عامه، ميكروباص او اتوبيس او حاجه اهليه، وبتقعدي 5 6 ساعات في مشوار بتاع ربع ساعه. شوفي النهارده كان في حد عندكم في القناه، عندنا يعني في القناه، قال انه الوقت تقدر، يمكن انت مش فاكره يعني، بس ان دلوقتي من القاهره لمرسى مطروح في ساعتين، ساعتين وحاجه صغيره. مش معقول النقله اللي بتتعمل، يعني بيبقى توفير في الوقت، توفير في الجهد، توفير في الوقود، توفير في منع تلوث الجو، يعني كلها منافع. وبعدين بتبقي انت بتظبطي ساعتك. يعني انا لما كنت بره كنت بظبط ساعتي على ان انا هنزل وابقى في المكان الفلاني اللي فيه شغلي اللي في فرنسا في الساعه كذا، بالظبط بالظبط كده. طب يعني الرئيس قال كمان النهارده ان كل المشاريع اللي بتتم عندنا بتتم بفلوسنا او بالتمويل الذاتي، وان ده بيعكس طبعا قدره الدوله على استثمار مواردها. قولي لي شايفه فعلا هذا الانجاز الكبير ازاي؟ شايفه هذا الانجاز متسق مع فكرة الرئيس عن الحياة الكريمة. أنا ما أقدرش أبقى مديونة. أنت عارفة كان أبويا زمان الله يرحمه يقول فقر بلا دين هو الغنى الكامل. يعني أنت النهاردة دولة بتعملي كل اللي أنت عايزاه بفلوسك
وعلى مهلك وبجهد أبنائك. إحنا 100 مليون، إحنا مش حاجة صغيرة، إحنا 100 مليون لازم كلنا يعني كل جهدنا يبقى لإعادة بناء مصر يعني لإرجاع مكانها وإرجاع موقعها في العالم يعني. فالنهاردة يعني مش معقول الـ يعني الجهد اللي بيتعمل ده جهد مهم جدا، ده كمان عشان الأجيال اللي جاية، خدي بالك. يعني أنت النهاردة بتعملي مصر النهاردة ومصر المستقبل. طيب احنا بنشوف كمان دايما يعني توجيهات الرئيس لتطوير البنية التحتية مش بس الطرق، وده اللي بنشوفه زي ما حتى كنت بتقولي في حياة كريمة، أهمية ده إيه؟ فكرة إنه البنية التحتية نفسها في اهتمام كبير بيها في كل حتة في دولة. ما هو مش قال احنا عايزين نبقى زي الدول الأوروبية يعني، ما احنا مش أقل يعني، ده احنا المفروض يعني، مش عايزة أقول لحسن تقولي عليا شوفينية ولا شوفينية زي برضه يعني، احنا تاريخ قبل التاريخ طبعا طبعا، يعني احنا التاريخ اتكتب بعدينا طبعا. فاحنا النهارده لما نبقى يعني بنعمل يعني بنعمل خطوات تخلينا نبقى هو ده المكان بتاع مصر، هو ده الموقع المصري، هو ده اللي يخلينا نبقى زي اي دوله اوروبيه. وليه لا، ما عندناش اي حاجه اقل يعني، كل ما يمكن ان احنا نعمله بايدينا نعمله بايدينا، ويبقى احنا باكتفائنا الذاتي بجهودنا الذاتيه، ويبقى احنا مش مدينين لاي بني ادم او لاي جهه باللي احنا بنوصل له، لانه بيتحقق بسواعدنا احنا يعني. هي دي المهمة في طيب الرئيس. الرئيس النهاردة كمان أكد حرصه على عدم دخول أي سلع يعني غير مطابقة للمواصفات العالمية والأوروبية، شايفة هذا الإجراء إزاي للحفاظ على المواطنين يا أستاذة فريدة؟ شوفي، هذا الإجراء هو الرادع لأي حد فاسد، لأنه إحنا زي ما قلت لك قبل كده على الراجل اللي جاب لنا الحاجات المنتهية الصلاحية بتاعتها ولا تصلح للاستهلاك الأدمي. النهاردة أنا مثلاً قبل ثورة يونيو العظيمة المجيدة اللي هيتكتب فيها ملاحم، قبل ثورة يونيو كنت باخد حتة من الطريق، وبعدين وانا ماشية الاقي الطريق يجنن، بعد شهر الاقي زفت. لا ليه؟ وكان وقتها بقى لا الجيش ما يعملش حاجة، الجيش ملوش دعوة عشان يسرقه. يعمل لك الشارع، ياخد لك كذا مليون فيه ولا كذا مليار ما مش عارفة، وبعدين بعد 6 أشهر 7 أشهر يرجع تاني يعمله. لا تمام. دلوقتي بتعملي الحاجة بتبقى هي ممتاز. خلينا أستاذة فريدة برضو نتوقف يعني، النهاردة الرئيس السيسي خلال تفقده لميناء الإسكندرية توقف مع عدد من الشباب اللي تم تدريبهم في إطار تطوير منظومة النقل، وأجرى معهم حوار مفتوح، وأكد ليهم الرئيس أن الشباب هم مستقبل مصر وأملها، وأن الدولة بتعتبر كل شاب بمثابة مشروع كبير. خلونا نتابع جزء من حوار الرئيس مع الشباب النهاردة في ميناء الإسكندرية. الشباب اللي قدامي ده والشابات اللي موجودين هم ده المستقبل بتاع مصر، واحنا بنحط يعني نعمل خطوه، وانتم هتكملوا المسيره كلها بجهدكم بعلمكم بفكركم وبالمبادئه والمبادره اللي هتعملوها. يعني انا عايز اقوله، كل انسان منكم مشروع كبير، كل انسانه منكم مشروع كبير قوي. اوعى يعني، مش عارف التعبير ده هيبقى مناسب اقوله، اوعى ما تعرفش انت مين او ما تعرفيش انت مين. انتم حاجه كبيره قوي، انتم شباب مصر ده حاجه كبيره قوي، ده الامل كله. واحنا عايزين اللي بنعمله ده، اذا كنا بنقول ناخد الناس في مكان زي الكليه او معهد ضباط الصف، هو الهدف منه بس ان انتم نديكم فرصه تتعرفوا على بعض، نديكم فرصه ان انتم تتعرفوا على الدوله بشكل مختلف شويه او اضافي على اللي تعرفوه، نديكم الفرصه ان انتم تتعودوا على شكل من العمل. يمكن طبيعه الحياه المدنيه خلال السنين اللي فاتت في الدراسه والكلام ده يعني لم تعطيكم الفرصه، اديكم فرصه ان انتم تلعبوا شويه رياضه، عشان ده مهم جدا. لو انت النهارده مهندس او مهندسه على اغلى درجه علميه، ولكن لياقتك الصحيه او البدنيه يعني كده، مش هتقدر تكمل، هتشغل لك 5 سنين 10 سنين وبعد كده خلاص يلا بقى. لا، عشان كده راقبوا نفسكم، انتبهوا كويس قوي، وعلموا الكلام ده للمحيطين بيكم، وعلموا الكلام ده ان شاء الله لاسركم واولادكم بعد كده.
حرص الرئيس الدائم على الاهتمام بالشباب وقد كده هو مقدر ان هم مستقبل مصر ومهتم بده ومهتم بتدريبهم، بتشوفيه ازاي يا استاذه فريد؟ بشوفه ان هو طبقه عمليا. احنا قبل كده شفنا ان في دلوقتي نائب محافظ ونائب وزير وحتى وزراء، يعني شفنا انه الشباب وفي البرلمان، يعني شوفي نسبة الشباب قد ايه. يعني هو الرئيس انا رأيي ان هو مراهن على الشباب، والشباب النهارده ما عادش زي قبل ثورة يونيو. الشباب النهارده مؤمن بانه بيشتغل لنفسه ولابنه ولحفيده اللي جاي، يعني بيشتغل للاجيال المصرية اللي جاية، مش انه هو حد هيسرقه. الشباب كان مهمل جدا، ما انت فاكرة، يعني ما حدش كان بيسأل في الشباب ولا كأنهم موجودين. بس الرئيس كمان يعني أقول لك إيه، يعني شديد الرقة وشديد الرقي كمان، يعني لما يقول أصل الأول ما كانش فيه، يعني ما كانش فيه الحاجات دي، ما كانتش بتكمل، لا الأول كان فيه فساد، وهو اتكلم عن هذا الفساد. الفساد ده هو اللي خرب الدنيا وهو اللي خلانا متخلفين، رغم ان احنا ما نستحقش كنا ان نبقى في مكانه متخلفه. تمام. يعني الفساد انا رايي ان هو، عشان كده انا شايفه ان الميكنه بتاعه الحياه المصريه والميكنه بتاعه كل زوار، انا كتبتها دي على فكره من زمان، قلت من اين لك كل هذا، لان الناس اللي بيبقى موظف بسيط في الدوله ويبقى عنده عماره مثلا، طب جابها منين؟ صحيح، ما هو بيجيبها لان الدرج مفتوح. أنا بشكرك شكرا جزيلا للكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي عضو مجلس النواب، شرفتينا، أشوفك الأسبوع الجاي إن شاء الله. شكرا. شكرا ليكي وبشكر حضراتكم، أشوفكم إن شاء الله يوم السبت القادم في المواجهة، إلى اللقاء.